بطبيعة الحال فقط نقابة العمال العامة أو اتحاد النقابات العام من يصدر إعلانات بالإضراب من عدمه، لكن هذا كان خطوة تضامنية مع الاحتجاجات في الشارع. لن تتأثر هذه الاحتجاجات، ستستمر وقد تتسع أكثر فأكثر في الأيام المقبلة، لأنها تلقت دعما كبيرا اليوم معنويا بدون شك بانضمام النقابات العمالية، إغلاق المطار، إغلاق الكثير من المرافق الحيوية في إسرائيل، والقطاع الخاص أيضا انضم اليوم إلى الإضراب. بهذا المعنى هناك تضامن كامل لدى الشارع الإسرائيلي والمرافق الحيوية فيه مع عائلات الأسرى، هذا قد يعطيهم دفعة معنوية كبيرة في مواجهة رفض حكومة نتنياهو الذهاب إلى صفقة التبادل حتى الساعة. أيضا كيف يمكن قراءة هذا الانقسام بين المعارضة التي تؤيد هذا الإضراب وبين الحكومة اليمينية المتشددة التابعة لنتنياهو، يعني بالإشارة إلى ما تحدث عنه يعني بن غفير، قال بأن هناك ضغوط ستمارس قوية من أجل إعادة الأسرى وعلى نتنياهو عدم التراجع. هل يكتفي يعني الشعب الإسرائيلي هذا صحيح. بهذا الكلام؟ نعم تفضل. هذا صحيح، هناك توجهان في إسرائيل. معظم الشارع الإسرائيلي وفق استطلاعات الرأي يؤيد بنسبة أكثر من 60% الذهاب إلى صفقة تبادل حتى بثمن إنهاء الحرب على قطاع غزة في النقطة الحالية، لكن الحكومة عمليا الإسرائيلية تبدو متلعثمة في هذا الأمر، أساسا لأن نتنياهو يخشى من بن غفير وسموتريج بأن يسقطا الحكومة. لهذا هناك من يقول من بين المراقبين في إسرائيل أنه ذهب أساسا إلى الخطوة التي لم تكن مجدولة وقام بالتصويت في الكابينت الأمني على البقاء في فيلادلفيا، لأنه كان يعرف بأن الأمريكيين يحضرون عرضا أخيرا لصفقة تبادل قد يتضمن انسحابا إسرائيليا من هذا المحور، وبطبيعة الحال قد تقبل به حماس وتضطر إسرائيل إلى رفضه والتحمل النتيجة من قبل الأمريكيين. لهذا هذا الانقسام مستمر. المشكلة في إسرائيل أصبحت بأن نتنياهو يضع خيارا وكأن هناك خيار بين الأمن وبين صفقة التبادل، فيما أن الجيش ووزير الدفاع والأجهزة قادة الأجهزة الأمنية كلهم يؤيدون الصفقة ويقولون إن الانسحاب من فيلادلفيا لن يضر بأمن إسرائيل على المدى البعيد. أشكر لك كل هذه التوضيحات زياد. على كل حال نبقي عينا على الشارع الإسرائيلي وكل ما يمكن يعني أن يحصل من ربما تصريحات من المسؤولين بالنسبة لهذه الإضرابات. من القدس رافقنا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي، شكرا لك.